تطبيقات الحاسوب لطلاب المرحلة الثانية المحاضرة الأولى. سنتعرف في هذه المحاضرة عن الشبكات ومصطلحات الشبكة وأنواع الشبكات. الشبكات هي مجموعة من الحواسيب الموصولة مع بعضها عبر وسط اتصال سلكي أو لاسلكي، وذلك لأغراض مختلفة مثل المشاركة بالبيانات مع الحواسيب، أو المشاركة بالمعدات مثل طابعة أو جهاز مودم وغيرها، أو التحكم والسيطرة في الحواسيب والمعدات الموصولة بالشبكة مثل التحكم المركزي في تشغيل وإطفاء الحواسيب داخل الشبكة. مصطلحات الشبكة: محطة العمل Workstation هو مصطلح يطلق على جميع الحواسيب الموصولة بالشبكة. النقطة نود هو مصطلح يطلق على أي حاسوب أو معدات مثل طابعة أو وحدة تخزين أو غيرها موصولة بالشبكة. فيطلق محطة العمل أو النقطة على أي حاسوب موصول بالشبكة، بينما الطابعة لا يجوز أن نطلق عليها مصطلح محطة عمل، فيطلق على الطابعة الموصولة على الشبكة باسم النقطة. أنواع الشبكات: شبكات الحاسوب يمكن أن تصنف بالاعتماد على معايير مختلفة مثل نوع وسط الاتصال المستخدم في وصل الحواسيب، أو حسب المسافة التي تغطيها الشبكة، حجم التغطية، أو حسب الخدمات التي تقدمها. النوع الأول وهو حسب نوع وسط الاتصال المستخدم. النوع الثاني من الشبكات وهو المسافة التي تغطيها الشبكة. والنوع الثالث نوع الخدمات التي تقدمها الشبكة. أول نوع من أنواع الشبكات وهو النوع وسط الاتصال المستخدم، ويعتمد هذا التصنيف على نوع وسط الاتصال المستخدم في نقل البيانات داخل الشبكة، وينقسم بدوره إلى نوعين: شبكة سلكية Wired Network وشبكة لاسلكية Wireless Network. الشبكة السلكية Wired Network هي مجموعة من الحواسيب الموصولة مع بعضها عبر سلك لنقل البيانات، وتوجد أنواع مختلفة من الأسلاك مثل سلك نحاسي أو محوري أو مزدوج ملفوف ملتوية أو أسلاك ألياف زجاجية ألياف بصرية. هذه الصورة توضح سلك محوري Coaxial Cable. السلك الثاني وهو السلك الأزرق وهو يوضح سلك مزدوج ملفوف Twisted Pair Cable. الصورة الثالثة وهو صورة سلك ألياف بصرية Fiber Optic Cable، وكل واحد من هذه الأسلاك له مميزات ولها معدات خاصة لوصلها مع الحواسيب. النوع الآخر من الشبكات وهو الشبكة اللاسلكية Wireless Network، وهي مجموعة من الحواسيب الموصولة مع بعضها عبر موجات راديوية، وذلك لنقل البيانات دون الحاجة إلى أسلاك مثل موجات الأشعة التحت الحمراء Infrared أو موجات راديوية Microwave. الفرق بين الشبكة السلكية واللاسلكية: يصعب استخدام الشبكة السلكية في المناطق المزدحمة والمعزولة، بينما يسهل استخدام الشبكة اللاسلكية في المناطق المزدحمة والمعزولة. الفرق الثاني وهو حرية الحركة أثناء الاتصال بالشبكة. الحاسوب الموصول في الشبكة السلكية يعاني من صعوبة في حرية الحركة أثناء الاتصال بالشبكة بسبب الأسلاك الموصولة في هذا الحاسوب، بينما الحاسوب الموصول في الشبكة اللاسلكية هناك حرية وسهولة في التنقل والحركة أثناء الاتصال بالشبكة بسبب عدم وجود الأسلاك. الفرق الثالث نوع وسط الاتصال المستخدم في نقل البيانات. في الشبكة السلكية تستخدم عادة الأسلاك النحاسية أو المحورية أو المزدوج الملفوف أو الألياف البصرية أو الزجاجية، بينما في الشبكة اللاسلكية نوع وسط الاتصال المستخدم في نقل البيانات هي الموجات الراديوية. النوع الآخر من الشبكات وهو نوع المسافة التي تغطيها الشبكة، ويعتمد هذا التصنيف على حجم المساحة الجغرافية التي تمتد فيها الشبكة، وينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع: الشبكة المحلية LAN Local Area Network، شبكة مدينة إقليمية MAN Metropolitan Area Network، وشبكة واسعة
WAN Wide Area Network. الشبكة المحلية LAN Local Area Network، وتمتد في مساحة صغيرة ما بين 10 إلى 100 متر مربع مثل طابق في مبنى. يتم تركيب وصيانة الشبكة من قبل مالك الشبكة مثل شبكة منزلية، معهد، قسم، كلية، منظمة وغيرها. شبكة مدينة إقليمية MAN Metropolitan Area Network، وتمتد في مساحة متوسط قطرها ما بين 55 كيلومتر مربع، وحجم المساحة لهذا النوع أكبر من الشبكة المحلية مثل مدينة، ويتم تمديدها باستخدام أجهزة شبكة خاصة، وهي صعبة التصميم والصيانة ومكلفة أيضا، وربما يعود ملكيتها لمالك واحد أو ملكية مشتركة لأكثر من شخص مثل شبكة في جامعة وكلياتها تقع في مناطق متباعدة، معهد له فروع داخل المدينة، أو مصرف له فروع في المدينة. النوع الثالث وهو الشبكة الواسعة WAN Wide Area Network، وتمتد في مساحة واسعة قطرها أكثر من 50 كيلومتر مربع، يمكنها أن تغطي العالم بالكامل، ويتم تمديدها باستخدام أجهزة شبكة خاصة، أسلاك متنوعة، أقمار صناعية ساتلايت، موجات قصيرة مايكروويف، وهي صعبة التصميم والصيانة ومكلفة أيضا، وربما يعود ملكيتها لمالك واحد أو ملكية مشتركة أكثر من مالك مثل شبكة الإنترنت، منظمة أو بنك له فروع حول العالم. كما هو موضح في هذا المخطط، فإن الشبكة المحلية هي أصغر أنواع الشبكات LAN، حيث جميع الحواسيب الموصولة بداخل هذه الشبكة متواجدة في طابق واحد بداخل مبنى. أما إذا كانت الحواسيب موجودة في مناطق متباعدة بداخل المدينة، فأصبحت شبكة إقليمية حيث المساحة أكبر، كما هو مشاهد في هذا المخطط، وهي شبكة MAN أو إقليمية مدينة. أما إذا كانت الحواسيب موجودة في مساحات أبعد في بلدان أخرى، فأصبحت شبكة واسعة WAN Wide Area Network. النوع الثالث من أنواع الشبكات وهو نوع خدمات الشبكة، ويعتمد هذا التصنيف على تصميم الشبكة والخدمات التي تقدمها النقاط داخل الشبكة، وتنقسم بدورها إلى نوعين: شبكة الخادم المستفيد أو الزبون Server Client، وشبكة الند للند أو التناظرية Peer to Peer. شبكة الخادم المستفيد أو الزبون Server Client تستخدم عندما يكثر عدد الحواسيب الموصولة بالشبكة، وتمتلك هذه الشبكة نوعين من النقاط هما الخادم والزبون. الخادم كما هو مشاهد في هذه الصورة التوضيحية Server حاسوب رئيسي، والزبون Client جميع الحواسيب الموصولة بداخل الشبكة. الخادم Server هو حاسوب ذو كفاءة عالية يزود الحواسيب الموصولة بالشبكة بخدمات مثل تزويد الحواسيب بخدمة البريد الإلكتروني أو تخزين البيانات بشكل مركزي عليه أو السيطرة المركزية على جميع الحواسيب والمعدات الموصولة بالشبكة وغيرها من الخدمات. مميزات الخادم: سرعة كبيرة في معالجة البيانات، وأيضا سعة تخزين كبيرة. الحاسوب المستفيد أو الزبون Client هو حاسوب متصل بالشبكة ويرسل طلب إلى الخادم Server مثل طلب الاتصال بشبكة الإنترنت أو قراءة أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الخدمات. بعد ذلك يستجيب الخادم Server لذلك الطلب ويقوم بتزويد الخدمات إلى ذلك الزبون Client. مميزات شبكة الخادم المستفيد Server Client: إمكانية استخدامها مع الأعداد الكبيرة من الحواسيب الموصولة بالشبكة. السيطرة المركزية حيث تمتاز بسهولة الإدارة والتحكم في مصادر الشبكة عبر الخادم Server. يمكن الوصول للمصادر والحصول على معلومات بسهولة. تخزن كلمات المرور لجميع الحواسيب المستفيدين على الخادم Server لغرض السيطرة المركزية. عيوب شبكة الخادم المستفيد Server Client: ستتعطل الشبكة بالكامل إذا تعطل الخادم Server. تحتاج إلى كادر متخصص للصيانة والتهيئة.
مكلفة بسبب الاحتياج إلى معدات وبرامج باهظة الثمن، الاحتياج إلى برامج ومعدات خاصة. شبكة الند للند التناظرية Peer-to-Peer هو اتصال مباشر بين حاسوبين، وكلا الحاسوبين متكافئين يعملان كخادم وزبون بنفس الوقت. مميزات الشبكة التناظرية Peer-to-Peer: سهولة الصيانة والتركيب، كلفتها قليلة ولا تحتاج إلى برامج خاصة، تعمل في شبكة صغيرة حاسوبين، لا تحتاج مدير أو فريق متخصص للصيانة. عيوب الشبكة التناظرية Peer-to-Peer: صعوبة استخدامها عندما يكثر عدد الحواسيب، ولا تمتلك سيطرة مركزية. تخزن كلمات المرور على كل حواسيب الشبكة بسبب افتقارها للسيطرة المركزية. ما هي أهم الفروقات بين الشبكة التناظرية Peer-to-Peer وشبكة الخادم والزبون Server Client؟ سنعرف الإجابة في المحاضرة القادمة. تعرفنا في هذه المحاضرة على الشبكات ومصطلحات الشبكة وأنواع الشبكات. للمزيد من المعلومات يمكنكم إرسال الأسئلة للاستفسار عن المحاضرة بزيارة عنوان صفحة الويب التالية itcode2018.wordpress.com أو إرسال الأسئلة على صفحة الكلاس الخاصة بكم. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاستعانة بالمصادر التالية: